بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. درسنا اليوم راح يكون الدرس الثالث القسم الثاني. بالقسم الأول من الدرس حلينا هذا المثال بالطريقة التقليدية باستخدام برنامج سوليد وورك سيموليشن، لكن بهذا الدرس حنستخدم برنامج لانسيس لحتى نحل نفس المثال. لكن نحن قبل ما ننتقل نحن للبرنامج، في توضيح بسيط حبيت أذكره لحضرتكم متعلق بالفيديوهات اللي عم تنزل على القناة من هذا الشكل. فيديوهات ما بتتجاوز 3 دقائق أو 4 دقائق وبدون صوت. الفيديوهات هي عبارة عن فكرة توضيحية للمستوى اللي نحن رح نصل له من خلال هذا الكورس. فنحن حتى نصل لهذا المستوى الموضوع بحتاج لشوية صبر. طبعا هاي الفيديوهات، هاي الأمثلة أو هاي التطبيقات بتقارن النتائج ما بين برنامج سوليد وورك سيموليشن باستخدام برنامج لانسيس. بإمكانكم أن تطلعوا على هاي التطبيقات من خلال هاي الدائرة البيضاء أو من خلال الرابط راح أرفقه بأول تعليق. طبعا مثل ما تكون شايفين حضرتكم جيومتري نوعا ما معقد. مقارن النتائج ما بين استخدام برنامج سوليد وورك سيموليشن واستخدام برنامج لانسيس. بإمكاننا حاليا نحن نتجه لبرنامج الأنسيس، ننتقل لبرنامج الأنسيس لاستدعاء قائمة Static Structural. نضغط عليها ضغطين متكررات، وأول خطوة نحن كنا ننفذها نعرف نوع الماتيريال. نضغط كليك يمين على Engineering Data ونضغط Edit. البرنامج ديفولت معرف نوع الماتيريال Structural Steel، لكن نحن رح نستبدل معامل المرونة، رح نستبدل وحدة معامل المرونة ميجا باسكال ونغير القيمة. نكتب قيمة معامل المرونة 210,000 ميجا باسكال. ننتقل للخطوة الثانية، خطوة تعريف الجيومتري. كليك يمين على جيومتري ونضغط نيو ديزاين موديلر جيومتري. هنغير الواحدات من متر لملي متر. نضغط على XY Plan New Sketch Look At ونرسم لاين بطول 1500 ملي متر. Dimension General نضغط على اللاين نكتب 1500. لحتى نحن ننشئ Body من السكتش هنضغط Concept Line From Sketch ونختار السكتش اللي رسمنا فيه اللاين ونضغط Apply بعد منها Generate. لو ضغطنا على هاي الإشارة الجانب كلمة Part حيظهر اللاين بادي. لو ضغطنا على اللاين بادي حيظهر لنا الكروس سكشن ما له معرف. لتعريف الكروس سكشن حنضغط Concept Cross Section Rectangle. أبعاد المستطيل عنا إياها 80 160، عند ال B حنكتب 80 وعند ال H حنكتب 160. هنضغط على Line Body Cross Section نختار Rectangle واحد Generate ونغلق هاي الصفحة وننتقل للخطوة الثالثة لتعريف Boundary Condition ولإنشاء المش. Edit نضغط كليك يمين على Model نضغط Edit أو ضغطتين متكررات على Model. لحد هاي اللحظة ما في أي شيء مختلف من الدروس السابقة. جميع هاي الخطوات نحن سبق وشرحناها بدروس سابقة، لكن بهذا الدرس الشيء المختلف عنا أمرين مختلفين هو تعريف الفورس ورسم مخطط العزوم ومخطط قوى القاس. حننشئ المش كليك يمين على مش Generate Mesh. فأنشأ المش مؤلف من 21 عنصر و 43 نوتس 43 نقطة. لو نحن رح نغير من عدد الإليمنتس من عدد العناصر
مثل ما عملنا بالدرس السابق. الدرس الثاني القسم الثاني، كليك يمين عمش insert sizing، نختار اللاين. لحتى نحن نتمكن من اختيار اللاين حنضغط على هذا الخيار ونختار اللاين apply type number of division، ونعرف عدد العناصر مؤلف من عنصر واحد. كليك يمين على mesh generate mesh، فأنشأ المش مؤلف من عنصر واحد. حتى نحن نتمكن من اختيار العنصر أو مسك العنصر حنضغط على هذا الخيار مثل ما نكون شايفين حضرتكم. تمكنا من اختيار العنصر. لتعريف الباوندري كونديشن كليك يمين على static structural insert fixed support، وحنختار هاي النقطة. لحتى نحن نتمكن من اختيار هاي النقطة رح نختار هذا الخيار، رح نضغط على هذا الخيار ونختار النقطة، نضغط apply. بعد ما عرفنا الفيكسد سبورت بإمكاننا نعرف القوة. لتعريف القوة برنامج الأنسيس، لتعريف القوة في حال كانت قوة موزعة نحن عندنا طريقتين. الطريقة الأولى نعرف الفورس مباشرة، نعرفها بهذا الشكل static structural insert force، ونختار اللاين. على اعتبار القوة راح تكون موزعة لذلك نحن اخترنا اللاين ونضغط apply. components، لكن الملاحظة هنا انه هي واحدة الفورس نيوتن. لحتى نحن نعرفها هي قوة موزعة واحدتها بالنيوتن، فنحن المفروض نضرب قيمة القوة اللي هي 1000 نيوتن على متر بطول البيم. طول البيم متر ونص. في حال نحن ضربنا متر ونص ب1000 نيوتن على متر فرح تكون النتيجة 1500 نيوتن ناقص 1500، على اعتبار القوة رح تكون عكس المحور زد لذلك كتبنا ناقص 1500. بهي الطريقة نحن بإمكاننا نعرف الفورس في حال كانت واحدتها بالنيوتن. أما في حال نحن رح نكتبها مباشرة بهي الصيغة نيوتن على متر، 1000 نيوتن على متر، فنحن بإمكاننا نحذف الديليت، نحذف الفورس، كليك يمين على فورس ديليت ونعرفها بهي الصيغة، كليك يمين ستاتيك ستراكشرال انسيرت ونختار لاين بريشر. في حال نحن اخترنا هذا الخيار راح تكون واحدة الفورس نيوتن على متر. components unit، غيرنا فقط الواحدات من المليمتر لمتر. القوة عندنا اياها ناقص 1000 نيوتن على متر عكس المحور زد. فمن خلال هالطريقتين نحن بإمكاننا نعرف القوة في حال كانت القوة موزعة. أول طريقة كليك يمين على كليك يمين على static structural insert force، ونعرف القوة واحدتها النيوتن لكن بعد ما نحن نضربها بطول البيم. الخيار الثاني، الطريقة الثانية، نحن نعرفها مباشرة واحدتها نيوتن على متر لكن نحن نختار line pressure. من قوائم solution insert، كليك يمين insert deformation total deformation beam tool كليك يمين على beam tool insert stress maximum bending stress، وهنحسب ردود الأفعال عن fixed support broke. طبعا هاي الأوامر، هاي الخطوات سبق وشرحناها بدروس سابقة لذلك أنا عم أشرحها بشكل سريع. Force Reaction، نختار Fixed Support، Moment Reaction ونختار Fixed Support. لحتى نحن نرسم مخطط قوى الباس، مخطط العزوم، هننشئ باس، كليك يمين على موديل، Insert Pass، ونوع الباس
يكون عبارة عن ايدج، ونختار هذا اللاين ونضغط ابلاي. كليك يمين على سوليشن، انسيرت، بيم ريزولتس. طبعا بامكاننا نختار هذا الخيار، هو مباشرة راح يرسم مخطط العزوم ومخطط قوى القاس، وبامكاننا نحن نختار شير فورس، نختار الباس، الباس اللي نحن انشأناه. في حال نحن اخترنا توتال شير فورس فراح يرسم لنا المخطط بهي النافذة. أما لو اخترنا شير مومنت دياجرام فراح يرسم مخطط الشير ومخطط المومنت مثل ما نحن شفناه بالدروس السابقة، لكن حاليا نحن راح نتعرف على هاي الأوامر. راح نرسم البندنج مومنت مخطط العزوم، راح نضغط على بندنج مومنت ونختار الباس. نضغط سولف. طبعا حاليا نحن شكلنا العناصر، شكلنا الميش عبارة عن عنصر واحد، يعني راح يحل معادلة واحدة. يونيت ميلي متر. فمثل ما لكم شايفين حضرتكم النتائج ما أثرت نهائيا في حال كان عدد العناصر عنصر واحد، أو كان 21 عنصر، أو كان 100 عنصر. بنتائج توتال ديفورميشن أو البندنج ستريس، فالنتيجة عندنا هي 3.295 لو قارناها بهي النتيجة، هي 3.295 ميجا باسكال. بالنسبة للفورس رياكشن عندنا رد فعل قيمته 1500 نيوتن باتجاه المحور زد، مومنت رياكشن عندنا قيمة المومنت رياكشن 1125 نيوتن بمتر. لو قارناهم بهي النتائج فهي نفس النتائج بالضبط، ما بتختلف نهائيا، ما بتختلف نهائيا عن النتائج نحن حسبناها بالطريقة التقليدية وباستخدام برنامج سوليد وورك سيموليشن. لكن الملاحظة بهذا الدرس، نحن عرفنا عدد أنشأنا المش مؤلف من عنصر واحد. في حال نحن طلبنا منه، نحن طلبنا منه أنه يرسم الشير فورس، فهو رح يرسم مخطط قوى القاس لكن عبارة عن خط واحد، يعني ما رح يرسمه بهي الطريقة، عبارة عن مثلث. وبالنسبة لمخطط العزوم رح يرسمه عبارة عن مثلث. السبب نحن عرفنا له معادلة وحدة من خلال تعريفنا لعنصر واحد، يعني عنصر واحد معناها معادلة وحدة. لهذا السبب هو رح يرسم لاين واحد، لاين واحد هو بيعبر عن معادلة وحدة. نحن لو ضغطنا على توتال شير فورس شفنا الشكل اللي هو رسمه، مخطط قوى القص اللي هو رسمه هو عبارة عن لاين واحد. السبب إنه هو عبارة عن معادلة وحدة. التوتال بندنج مومنت هيظهر لنا الشكل مخطط العزوم عبارة عن مثلث. السبب هو حل معادلة وحدة إلى نقطة بداية ونقطة نهاية، ووصل بين هالنقطتين، يعني عند ال 125، عند 1125 وقع نقطة عند المخطط، وعند الصفر وقع نقطة ووصل بين هالنقطتين. في حال نحن زودنا عدد العناصر من Edge Sizing، لنفترض مثلا كتبناها 25 عنصر، فمعناها هو راح يحل 25 معادلة، وبكل معادلة راح يوقع نقطة عند المخطط. وبعد ما يحل ال 25 معادلة ويوقع 25 نقطة، حيوصل بين هالنقط لحتى نصل نحن للشكل المطلوب. فنحن حاليا لو قلنا له سول توتال بيندينج مومنت، فمثل ما لكم شايفين حضرتكم نوعا ما اقتربنا من الشكل المطلوب، الشكل اللي نحن رسمناه بالطريقة التقليدية أو باستخدام برنامج الأنسيس. فنحن لو زدنا من عدد العناصر فنحن رح نصل للشكل المطلوب، لأن كل معادلة بتعبر عن نقطة رح تتوقع على مخطط العزوم أو مخطط الشير فورس. لو ضغطنا على توتال شير فورس فمثل ما لكم ملاحظين حضرتكم رسم الشكل
رسم المخطط بهذا الشكل. فنحن لو كبرنا من عدد العناصر H sizing مثلا كتبناها 100، عدد number of division كتبناها 100، ضغطنا solve total bending moment. مثل ما انكم ملاحظين حضرتكم الشكل نوعا ما اقتربنا من الشكل الأساسي، من الشكل اللي احنا رسمناه بالطريقة التقليدية. السبب عند أي عند كل معادلة حيوقع نقطة، يعني عند كل عنصر، العنصر هو عبارة عن معادلة. العنصر عبارة عن معادلة، وكل ما راح يحل معادلة راح يوقع نقطة على المخطط. وبعد ما يحل هالمعادلات، يعني حاليا نحن عرفنا له 100 معادلة، فمعناتها هو راح يوقع على المخطط 100 نقطة. بعد ما يوقع ال 100 نقطة، بعد ما يحط ال 100 نقطة، حيوصل بين هالنقطتين لحتى يرسم هالمنحنى. بالنسبة للتوتال شير فورس مثل ما لكم ملاحظين حضرتكم رسمناه بهذا الشكل. فنحن لو زدنا من عدد العناصر مثلا كتبناه 1000، حتى نحن بالطريقة التقليدية نستخدم نفس الطريقة اللي عم يستخدمها برنامج لانسيس. ناخذ هاي المعادلة، معادلة مثلا مخطط العزوم، معادلة العزوم، ومنحل هاي المعادلة أكثر من مرة لحتى نحن نرسم هالمنحنى. لكن نحن بشكل مباشر نحن بنعرف في حال كانت القوة موزعة على البيم، نحن مباشرة بنرسم مخطط العزوم بشكل منحنى. أما بالنسبة لمخطط قوى القوس مباشرة نحن بنرسمه بشكل مثلث. لكن المفروض نحن نستخدمه، نحن نحل المعادلة أكثر من مرة لحتى نحن نرسم المنحنى بالطريقة الصحيحة. فهو نفس الأمر بتبع برنامج الأنسيس، نحن بنكبر من عدد المعادلات، نحن بنزيد من عدد المعادلات من خلال زيادتنا لعدد العناصر. فكل عنصر بيمثل نقطة حتتوقع على مخطط العزوم. مثل ما لكم ملاحظين رسمنا المخطط بالشكل المطلوب. بهذا الدرس كون نحن تعرفنا على لاين بريشر. في حال نحن كان عندنا قوة موزعة بإمكاننا نحن نستخدم لاين بريشر، نعرفها مباشرة بالقيمة، نفس القيمة الموجودة بنص السؤال، أو نعرفها بهيئة فورس، لكن بعد ما نحن نضرب القيمة الموجودة بالسؤال بطول البيم. ولهون نحن بإمكاننا ننهي هذا الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.